مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الانبار المنسق العام لمنظمه ام القرى للاغاثه الانسانيه دكتور عبد القادر محمد. اهلا بكم دكتور. بدايه، منظمه ام القرى وزعت 1000 مدفاه كهربائيه على نازحي مخيم الامل المنشود في عمليه الفلوجه، هل يمكنكم ان تحدثونا اكثر عن هذه الحمله؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقه المنظمه في سياق عملياتها المستمره في القيام على حاجات النازحين في مخيمات النزوح، نظمت هذه الحمله بتوفير المدافع الكهربائيه للنازحين، عائلات النازحه هناك. فبعد الحمله الاولى التي شهدتها هذه مخيمات الحبانية في الأسبوع الماضي، جاءت هذا اليوم الحملة الثانية من الحملات المنظمة لأيضا توفير. قدمت المنظمة 1000 مدفأة كهربائية على العائلات النازحة الموجودة في مخيمات عملية الفلوجة وفي مخيم الأمل المنشود تحديدا، وهذه الحملة الثانية. وهذا في الحقيقة يعني جزء بسيط مما يمكن تقديمه لهذه العائلات الناجحة في ولايتنا في فصل الشتاء والبرد القارس وظروفهم الإنسانية الصعبة. وبعد أيضا هناك كانت للمنظمة حملات سابقة من توفير مواد غذائية وكذلك المنح المالية وغيرها، وجاءت هذه متممة للحملات السابقة في توفير هذه المدافع الكهربائية، وإن شاء الله مستمرين معهم في الحملات الأخرى وجبات أخرى في بقية المخيمات. طيب، بالنسبة لهذه النقطة دكتور عبد القادر، بقية المخيمات، هناك مخيمات تعرضت إلى الفيضان بسبب الأمطار الغزيرة بسبب السيول، خيم قلعت من جذورها، كيف يمكن أن تعالج هذه الأزمة بالنسبة لهذه المخيمات؟ بالتأكيد هذه تحتاج إلى جهود كبيرة، يعني هي ربما تفوق إمكانيات المنظمة. ونحن في محافظة الأنبار تحديدا المخيمات لم تصل يعني إليها هذا الخطر لحد الآن، لكن في محافظات أخرى ربما في شمال العراق ايضا هناك دراسه لواقع المخيمات الان تقوم بها المنظمه للوقوف على حاجتهم. ان شاء الله ستكون يعني ستقدم المنظمه ما تستطيع تقديمه، ما يمكن تقديمه لحسب الحاجه التي تقتضيها وتمليها ظروفهم الانسانيه الصعبه التي يمرون بها. ولكن نحن نتكلم على هذه المخيمات في محافظه الانبار، ما زلنا يعني نقدم هذه المساعدات الاغاثيه والانسانيه، وان شاء الله هناك يعني ما زال الكثير، يعني 2000 عائله لم تستلم بعد، وان شاء الله في الاسابيع القادمه سنعمل على توفير ايضا حاجتهم من هذه المدافع. هل وجدتم جهودا لمنظمات حكوميه في مجال الاغاثه والانسانيه في المخيم؟ للاسف هذا ما سالناه تحديدا، فان هؤلاء سكان هذه المخيمات قال لم يصلنا احد لحد الان، سوى ما يصلهم بعض المواد الغذائيه خصتهم التموينيه تصلهم، اما غيرها فهناك شبه يعني انقطاع تام لعمل المنظمات الاغاثيه والانسانيه التي كانت في السابق لا يصلهم. وهذه يعني شهادتهم، شهدوا ان منظمه القرى هي الوحيده تقريبا التي تتواصل معهم وتقف على حاجاتهم وتقدم لهم يد العون والمساعده. ما الامور الاخرى التي يحتاجونها في مخيم الامل المنشود دكتور؟ والله بالتاكيد هناك الكثير مما يحتاجونه، ظروفهم الانسانيه صعبه، يحتاجون الى الفروش والاغطيه ويحتاجون الى مواد غذائيه الاخرى، يحتاجون الى الدواء ومياه الشرب، يعني هناك يعني قضايا يعني تحسينيه ومعيشيه يعني هم بحاجه اليها، اضافه الى الدعم الجانب المعنوي لهؤلاء ايضا هم بحاجه اليه.
فهم يحتاجون يعني كل من يستطيع هذه المناشد جميع المنظمات الإغاثية والإنسانية أن تمد لهم يد العون والمساعدة وأن ترعاهم وتقف على وتتواصل معهم وتعمل زيارات ميدانية حتى تقف على حاجاتهم. هذه أهم ما يحتاجونه في الوقت الحاضر من الغذاء والدواء والفرش والأغطية التي نحن فيه تكون يعني ضرورية جدا وماسة في هذا فصل الشتاء في هذه المناطق الصحراوية المفتوحة. في سؤالي الأخير لكم دكتور، هناك عوائل تريد أن تعود إلى مناطقها، تريد أن تخرج من المخيم وتعود إلى هذه المناطق، لكن القوات الحكومية تقوم بمنعهم من المغادرة. برأيك إلى متى ستستمر هذه العمليات بإبقائهم بشكل أو بآخر محتجزين داخل هذه المخيمات؟ والله يعني لا أكتمك، احنا نسألهم أحيانا هذه الأسئلة، لماذا لا تعودون إلى مناطقكم إلى منازلكم؟ فغالبا ما يعني يبررون يعني يقولون يعني لا يسمح لنا بالعودة، هناك يبدو ملف هذه العوائل التي عليها مؤشرات أمنية، يعني أسباب أمنية بحتة هي التي تحول دون عودتهم إلى مناطقهم. وهذا الموضوع هذا الملف يعني شائك ومعقد ولم يحل لحد الآن منذ 5 سنوات، وهذه تقع مسؤوليتها على طمان الجهات الحكومية والرسمية فالنظر في ظروفهم وفي حالتهم الصعبة، ولا بد من أن تحل هذه المسائل وينظر في هذا الموضوع حتى يعودوا إلى منازلهم وديارهم مناطقهم. فالكثير منهم يرغب بالعودة لكن لا يسمح لهم سبب هذه المعوقات أو الأمنية. يعني دكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، شكرا جزيلا لك.